راح فين يا دعاء؟ راح اتفرج على التلفزيون، زهقت وصدعت من كتر المذاكره. حبيبتي ما تتعبنيش معاكي بقى، انت شايله ماده، يعني اي دلع في ماده تانية هيعيدك السنه، احنا عايزين نخلص. اعمل ايه الكلام كله عندي دخل في بعضه ومتلخبطه. طب معلش يا حبيبتي عشان خاطري ركزي شويه. معلش حاضر هحاول. يلا اعملي حسابك اني مش هوصلك ولا هتقومي من هنا غير لما تحفظي الملزمه دي زي اسمي. يا سلام، يعني انا محبوسه بقى ولا ايه؟ اه محبوسه. طيب عامه هتبقى احلى حبسه وانا معاك. مش وقت ان احنا هركزي. مساء الخير. مساء الخير يا منى. ودي كانت فين دي ان شاء الله لحد دلوقتي؟ انا شعرفني يعني تلاقيها كانت بتشتري حاجه وبتاع واتاخرت. بتشتري حاجه؟ انت عبيط يا مازن، حاجه تلاقيها تشتريها لحد دلوقتي. امال ايه يا حبيبتي هتكون راحت فين؟ شوف انت بقى يا حبيبي تكون راحت فين. اصل البت دي مش على بعضها من ساعه ما انا وانت رجعنا لبعض. كان عندها امل فيك، ولما لقت السكه مقفوله راحت تلعب بره. حبيبتي تلعب ايه بس؟ منا مش كده. انت غلبان قوي يا مازن، غلبان قوي. منا مش كده، انا عارفه الاشكال دي كويس، بس انا حابه احذرك عشان دي شغاله هنا عندكم، يعني لو عملت حاجه كده ولا كده هتبقى في وشكم. قصدك ايه؟ ما قصديش ولا حاجه، خليني في مذاكرتي احسن. انت بتعملي ايه؟ الله يخرب بيتك. خدي هنا اقطع الكتب. خلاص ما بقتش زيها. يا بنتي استني لما تتاكدي انك نجحتي وبعدين هبيب اللي انت عايزاه. اتاكد ايه بس؟ خد يا عم قطع معايا. قطع يلا قطع قطع. ايه ده؟ يلا ايه ده؟ ايه الجنان اللي بتعملوه ده؟ لا لا مفيش حاجه، بس بنفرح وبنحتفل ان دعاء نجحت. طب تحتفلوا تقوموا تزبلوا الدنيا كده؟ ها؟ انت فاكر ست الحسن والجمال دي بتنضف حاجه في البيت؟ لما تروحوا بيتكم ابقوا احتفلوا براحتكم. طب بقول لك يا دودو ما تيجي نتجوز دلوقتي ونقضي احتفالات في بيتنا زي ما احنا عايزين. ماما ايه تستني هنا يا ماما؟ انا عايز اتجوزني يا ماما. الف مبروك يا حبيبتي. على بركه الله يا حبيبي. ايه رايك يا مازن الخميس الجاي؟ لا اللي بعد. خميس مين يا طنط؟ انا كنت بهزر. انا مش جاهز انا دلوقتي. وهو يعني احنا كنا هنكلفك حاجه؟ ما كل حاجه جاهزه وخير البر وعجله. الف مبروك يا حبيبتي. دخلت يا بنت. الاسبوعين عدوا من غير ما نلحق نعمل كل حاجه. انا مش فاهمه ليه الاربعه دي. ما دام الولاد كبروا ونفسهم يفرحوا، حرام دول ما صدقوا خلصوا كلياتهم. اسبوع كمان كان يفرق كتير قوي، بدل ما بنعمل كل حاجه جري في جري كده. معلش يا باشمهندس. ايوه يا فندم تحت امرك. باشمهندس الترابيزات دي مش هي اللي في الكتالوج، انا عايزه الترابيزات اللي في الكتالوج. مفيش غير دي يا مدام، ولو طلبت من المخزن مش ضامن الاقي فيه هناك ولا لا. يعني ايه؟ انا عايزه اللي انا دفعت ثمنه. انا تحت امرك طبعا، بس مفيش غير دي. تحبي حضرتك نفرشها ولا نرجع للمخزن واحنا وحظنا؟ خلاص افرشها. شفتي بقى السربعه عملت فينا ايه؟ خلتنا نقبل اي حاجه وخلاص. طب والله العظيم الترابيزات شكلها حلو يا مدام، ولا انت يعني مش عايزه تتجوزي الاستاذ ميسي؟ بدل ما تاخديش كل حاجه على اعصابك كده. هحاول. راضي؟ ايوه يا فندم. راضي تعالى. الكهرباء لغايه دلوقتي ما خلص؟ ده كتير قوي. هانت يا فندم، كلها نص ساعه وكل شيء هيبقى تمام. ما تقلقيش حضرتك. هانت ايه؟ ده ولا بكره هيخلص. خليكوا هنا لغايه ما يفرشوا كل حاجه، وانا هروح اصحي مازن. هي مالها عصبيه كده ليه؟ مش بتجوز ابنها؟ هي كانت عامله كده برضه ينفرح مالك؟ هنشوفك انت هتعمل ايه بقى ينفرح منك. اصلا يا اخويا محدش هيعرف يكلمك. امتى هيجي اليوم ده؟ مازن مازن قوم يا حبيبي. حبيبي ايه خير؟ مش متعوده يعني تصحيني من غير زعيق. ايه عشان دي اخر مره صحيك فيها. بعد كده دعاء هي اللي هتصحيك. وبعدين معقوله زعق العريس؟ انت زعق الام براحتك يعني. لا مالك يا ليلى، في انت زعلانه من حاجه؟ بالعكس انا فرحانه جدا، بس غصب عني حسيت ان الايام جريت بسرعه. انت كبرت وانا كمان كبرت. انت لسه اول امبارح كنت باللفه. لفه مين؟ تنسي موضوع اللفه ده قدام دعاء خالص. فين انت عايزاها تفتكر انها تتجوز واحد بيعملها على نفسه؟ وهي تقدر؟ ده انت راجل وسيد الرجال. بس هي دي سنه الحياه. انا دوري خلاص انتهى معاك، وهتبدا حياتك مع واحده جديده. يلا 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 بقى عشان تروح للكوافير بتاعك
وتلبس البدله الجديده. كوافير سيبك من الكوافير دلوقتي، خليكي معايا. عايزك تفهمي ان مفيش واحده في الدنيا هتقدر تاخدني منك. انت حبيبه قلبي واغلى حاجه في حياتي. فاهمه يا حبيبي، فاهمه. طيب لما انت فاهمه بقى ليه ام الفيلم الهندي اللي انت عملتيه دلوقتي ده؟ انا اساسا مش هسيب البيت وامشي، وبعدين دي بنت اختك. حاسه ان دوري انتهى. زمان لما كنت بزعل مع ابوك كنت بقول معلش عشان خاطر الاولاد. دلوقتي لما ازعل معاه اقول لنفسي ايه؟ قولي لنفسك ما تتخانقوش، حبوا بعض شويه ودلعوا بعض. ولا انت ايه؟ كبرتي على الدلع يا عسل انت؟ ولا 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 عيب. يلا يلا روح على الحمام بتاعك. والله الدوات ما تربيني. ايه ده يا لولا؟ انت لسه ما لبستيش؟ يلا عشان تلحقي اختك. انا مش رايحه، اتكلي انت على الله. اخس عليكي، مش هتحضري فرح اختك؟ لا مش هحضر، انا مش هستحمل بصات الشماته ولا التعليقات السخيفه. يا حبيبتي ما ينفعش تسيب اختك في يوم زي ده. وانا مروحي هيعمل لها ايه يعني؟ ما كلكم حواليها، وبعدين اراهنك ان هي مش هتحس اصلا بغيابي. انت زعلانه ان اختك هتتجوز؟ بكره يا حبيبتي هيجيلك نصيب. ماما انا مش حامل الكلام ده. قومي انت توكلي على الله، احضري فرح بنتك وانبسطي لها وزغرطي لها واعملي كل حاجه وسيبيني انا في حالي. ما يصحش كده يا لولا يا حبيبتي، افتحي الباب يا بنتي، افتحي حبيبتي الباب. ما يصحش يا لولا كده ابدا. هي لولا تعبانه بجد ولا في حاجه مزعلاها؟ حالها اللي مزعلها. سيبك من لولا، امانه عليك يا ليلى، تخلي بالك من دعاء وما تخليش مازن يزعلها. انت بتقولي ايه يا عفاف؟ دعاء دي زي بنتي ملك بالظبط. وبعدين ما تخافيش، مازن ما فيش اطيب منه. طبعا مين يشهد له؟ شفتي بقى؟ حضرتك دمك خفيف قوي يا انكل. انكل؟ ايوه ما حضرتك قد والدي، عن اذنك. انكل ابعد عني يا مازن، ما تلمسنيش. ملمسش يا فيا فيا دعاء، انا لحقت اعمل حاجه؟ انت تعملي مكسوفه؟ لا مش مكسوفه، بس انا متضايقه. ايوه انا عارفه ان انت اتغيرت، انت بطلت تحبني يا مازن. يا حبيبتي انت فاهمه الموضوع غلط، الحب ده كان زمان، دلوقتي احنا هنعمر الارض. ايه اللي انت بتقوله ده؟ احنا ليه ما سافرناش نقضي شهر العسل في اي حته حلوه زي ما الناس كلها بتعمل؟ يا حبيبتي احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده وخلصنا كلام فيه؟ ايوه انت اتكلمت معايا وقلت كلام كتير قوي، بس انا ما وافقتش على اي كلمه من اللي انت قلتها. طيب معلش يا حبيبتي معلش، حقك عليا، ممكن دلوقتي نركز في اللي احنا فيه ده؟ الحب بقى ونطلع بعض يعني؟ ما انا بتكلم في الحاجات دي، في الحب والسعاده، بس انا حاسه ان انا مش سعيده يا مازن. كان نفسي اقضي معاك الليله دي في حته حلوه، نكون احنا الاثنين ما رحناهاش قبل كده. تايلاند مثلا، ايه رايك في تايلاند؟ تيجي نروح هناك؟ يا دي النيله يا بنتي، قلت لك معيش فلوس، في ايه؟ ما ينفعش اطلب من بابا اكتر من كده، الراجل دفع في الفرح وفي العياده. يعني العيد اهم مني؟ حبيبتي يا حبيبتي العياده دي المستقبل. وانا يعني الماضي اللي خلاص خلص؟ ليك عندي بكره الصبح نطلع العين السخنه. ده لو رايحه رحله مع الجامعه مش هطلع العين السخنه. طيب اسكندريه؟ مازن انت عايز تعصبني يا مازن؟ طيب يا حبيبتي طيب معلش. بصي اوعدك بكره الصبح ان شاء الله هحاول اقلب من بابا اي فلوس، ما ينفعش اقلب من ماما، ماشي؟ لا انت تروح تتكلم معاه دلوقتي. اكلم ايه يا عارف انت اتهبلتي انت التانيه؟ في ايه هخبط عليهم دلوقتي اكلمهم يعني؟ ايوه تروح لهم دلوقتي واعمل حسابك بقى مش هتقرب مني غير لما تتكلم مع باباك في الموضوع ده. يعني ايه؟ يعني مش هتلمسني غير في تايلاند. مش هلمسك الا في تايلاند؟ يا ستي بلا تايلاند بلا الهند، انت هتعملي لي فيها كيم كارديشيان. مازن انا مازن بلا زفت، ايه الجوازه دي؟ ايه يا ابني اللي منيمك هنا؟ سايب اوضتك ليه مش نايم مع عروستك؟ لا ابدا، لقيت لون البدله مش ماشي مع ديكور الاوضه فقلت انام هنا، افخم برضه. اه يعني عايزني اغير لك ديكور الاوضه ولا ايه؟ انت بتهزر يا بابا، اتخانقت مع دعاء وسبت لها الاوضه. ياه دي ابتدت بدري قوي، دعاء كده شكلها مش هتخاف ظل فيها. يا بابا والله العظيم دعاء كويسه، هي مشكلتها بس ام تطلعاتها دي اللي عايزه تتقصص. يعني ايه؟
ما تبص لغيرها يا بابا، عايز تبقى زي اصحابها. هي معاها حق بس لازم تراعي ظروفي. يا ابني انت عمال تقول حاجات وعكسها، انتوا اتخانقتوا ليه؟ عايزه تسافر تقضي شهر العسل بره مصر وانا معيش. سهل جدا ان انا اقول لك خد، بس كده هبقى ببوظ حياتك. هم مش كتير برضه، هم 3 4 ايام في تايلاند يعني، ولا كتير ولا ايه؟ لا مش كتير، بس مين اللي هيسوق؟ مين اللي هيمشي كلمته في البيت في الاخر؟ هو ده السؤال الاهم اللي لازم تساله نفسك. دعاء كانت عارفه من قبل الجواز انكم مش مسافرين، صح؟ اه طبعا احنا متفقين على كده. ايه اللي خلاها تاجل الكلام في الموضوع ده لحد ما الفرح يخلص؟ معرفش يا بابا، يمكن هفت على دماغها او اي حاجه، اكيد يعني مش مخططه لكل ده. يبقى انت كده يا ابني مش فاهم الستات كويس. الواحده من دول تستنى لحد ما نقطه الضعف تبان وبعدين تضغط عليها وتقعد تعيط بقى ودموع لحد ما تصعب عليها وتفتكر انها معاها حق. واحده واحده كده وهي اللي تسوق. يعني ما سافرش تايلاند؟ مشي كلمتك اول مره، هتمشي كل مره حتى لو كان كلامها هي اللي صح. سلام. استنى ابوس. انت جاي تتشطر علينا يا لا؟ روح تشطر عليها جوه. اهلا. مبروك يا خالتي. الله يبارك فيك يا حبيبي. اتفضل. ازيك يا زهر؟ ازيك يا رحمه؟ اتفضل يا حبيبي. اهلا يا عبال. ازيك حبيبتي؟ الف مبروك. الله يبارك فيك يا حنان بنتي. كده برضو ده اسمه كلام؟ هو احنا مش كنا اخوات قبل ما احمد بنتك يا عفاف؟ رك عليكي بقى في الموضوع ده. لو دعاء اشتكت مني هتبقي حن، لو ما اشتكتش منك هتبقي اختي وحبيبتي كمان. عاجبك اللي بتقوله ده يا عمر؟ والله يا خالتي انا مش قلقان منك، انا قلقان عليكي من دعاء. شوف الواد بدل ما يجي في صف اخته جه مع خالته. انا بقول الحق، هي دعاء كده قويه ومفتريه زي امي. الله يرحمك يابا. الحمد لله لقيت حد في صفي. عقبالك يا حبيبتي. عقبالي ايه يا طنط؟ ده كلام برضو؟ حد يجيب لي نفس وجع الدماغ؟ لا ما تصدقيش الهكس ده، دي هتموت وتتجوز. ما تتهد بقى. ايه يا ماما؟ ما تشوفي ابنك اللي كلامه زي السم ده. بكره تتجوزي وتتهني، ولو ان انا زعلانه مني. معقول برضو ما تحضريش الفرح؟ والله يا طنط انا كنت تعبانه قوي، كان عندي مغص فظيع ومش قادره اقف على رجلي. هي ماما ما حكتلكيش ولا ايه؟ بلاش الثقه دي قوي، زمان امك فضحتنا وقالت كل حاجه. تصدق ان احنا غلطنا ان احنا جبناك معانا؟ مال العرايس الحلوين فين؟ لسه نايمين؟ يخيبك بيت، في حد عاقل يعمل كده برضو؟ يا ماما انا اتجوزت مازن عشان احقق كل احلامي، عايزه اخش دنيا جديده، دنيا غير الدنيا اللي انتوا عايشينها دي خالص. يا منكوسه كده هتخرجي منها قبل ما تدخليها، ما اتعلمتيش من اللي حصل لملك؟ لا ملك دي حاجه تانية خالص، دي شكلها معقده نفسيا. ما هي هي اللي عاملين بتفهم، واخرتها ايه؟ اتطلقت. وبعدين انتش عارف بالكلام ده يا بيت. انت هتسيبي دعاء وتمسكي فيا ولا ايه وانا مالي؟ حب جوزك عشان يحبك، خافي عليه خاف عليك. مازن طيب وابن حلال، ما تخربيش على روحك. يعني اعمل ايه طيب؟ اقول اني رجعت في كلامي؟ لا تقولي ولا تعيدي. انت اول ما يلطف معاكي تضحكي في وشه. هم الرجاله كده كلهم عاملين زي العيال، اقل حاجه ترضيهم. ايه رايك في الكلام ده يا لولا؟ امك قلقتني قوي. انا ماليش دعوه يا دعاء، انت حره عشان ما ترجعيش تقولي لولا هي السبب. انت بتاخدي راي مين؟ هي لو كان كلامها صح كان ده يبقى حالها. ماله حالي؟ ما انا زي الفل اهو، عايشه ملكه نفسي، لا واحد يتحكم فيا ولا يدخل عليا. مازن مش بخيل، وكلامه عين العقل، وكلامك ده هو اللي خلاك قاعده جنبي زي بيت الوقف. ده انا وانا قدكم كنت جايب اكل ثلاثه. يا ماما لو ما بطلتيش كلامك ده انا همشي واسيبكم. صحيح يا ندله يا جبانه فكرتيني، مش تيجي فرح اختك؟ بدل ما تيجي الفرح وتمسكي لي ديل الفستان عملتي لي فيها نايمه وقعدتي في البيت. انا كنت تعبانه. وبعدين هو يعني فرق معاكي؟ تعبانه ولا غيرانه؟ منكم لله يا ولاد لحلح، بطلوا نقروا وخلونا نخرج، يمكن نصلح اللي عملته الهبله بنت الهبله دي. يعني فشلت يا زوز؟ هو انت ليه مبتسم وانت بتقولها؟ يا ابني بقول لك شديت معاها فسبت لها الاوضه ومشيت. يعني انت امبارح قضيتها سميره سعيد؟ انت جاي تهرج ها؟ ولا انت اخويا الكبير، خدها على جنب وفهمها ان اللي حصل ده ما ينفعش. انت عايز الحق؟ انت بقى كنت تروح لطشها قلمين في باك ورد سمر سولت في هيد لوك كده تعقشها. يا عم انت سمر سولت، انت عايز نضرب اختك ليله دخلتها؟ يبقى تاريخ اسود على دماغنا. ياض اسمع كلامي، قلمين حلوين بس بقى وانت بتديها القلم بالحته الطريه اللي في كفك كويس على خدها هنا، وما تخبطش في العظمه اللي فوق عندها، لحسن امي مره ضربتها فيها دخلت لجوه بقت البت شبه محمود القلعاوي. انت طبيعي يا عمر. الف مبروك يا مازن يا حبيبي، تعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات.
لا لا يخلفوا ايه؟ ده كانوا بيذاكروا امبارح. قوم يا عمر قوم خلي العريس يقعدوا جنب بعض. تعالي يا حبيبتي تعالي يا حبيبتي اقعدي جنب عريسك. خشي خشي يا حبيبتي. وخايف اوعدك ما وفيش اقول لك في تلاقي ما فيش. حبك المسخره اللي احنا فيها دي؟ سوري يا بيبي. انتوا بقى هتتغدوا معانا النهارده؟ لا نتغدى ايه؟ احنا جايين نتطمن وماشيين على طول، مش عايزين نبقى عوازل. هي ملك فين امال يا طنط؟ مش باينه من الصبح. خرجت من بدري، وقالت انها رايحه تعمل مفاجاه للعرايس. عرايس ايه يا خالتي بقى؟ ما خلاص خلي طبق مستور. عمر كل جاتوه. طبق مستور ايه؟ هو في حاجه انا ما اعرفهاش؟ لا ازاي استكل؟ لا ازاي؟ ده ابنك الرهوان امبارح. مش كده؟ طبعا طبعا. ايه ده ايه انت العيله كلها متجمعه؟ عقبالك يا مكة. ربنا يخليك يا طنط ميرسي. عقبالي انا وانت عمر. انا اقصد يعني انت تتجوزي حد وانا حد تاني، يعني انت تتجوزي راجل غيري وانا اتجوز اي كلب. انت كنتي فين امال يا مال؟ كنت بجيب دول. دول حضرتك تذكرتين سفر شامله الاقامه للمالديفز. مكة حبيبتي مبروك يا روح. الله يبارك فيك. ميرسي. ربنا يسعدك. شكرا قوي. تمام معاك المالديف ولا سيادتك مظبوطه على تايلاند بس؟ ايه يا بنتي اللي بتقوليه ده؟ ده اخويا. السفريه دي حاجه بسيطه اصلا، يا ريتني كنت اقدر اعمل لكم اكتر من كده. تقدر يا مكة، وانا عايزاكي تساعديني. اساعدك في ايه؟ هو في حاجه؟ مازن مصرف قوي يا ملك. تخيل انه كان مصر ان احنا نسافر تايلاند. قعدت اقول له نروح العين السخنه او حتى اسكندريه. مش مشكله احنا فين، المهم ان احنا مع بعض. انا عايزاه يحوش فلوسه للعياده. يا حبيبتي ما هو بيعمل كده عشان عايزك تبقي مبسوطه. السعاده مش في الفلوس، السعاده ان هو يبقى راجل ناجح في شغله وان انا بقوم ناجحه في بيتي. ربنا يحقق لكم كل احلامكم يا دودو. طب قولي لي انا ممكن اساعدك بايه؟ تلغي السفريه دي خالص. السفريه دي هتفتح لنا باب الصرف لمازن. نعم؟ لا طبعا مش هلغيها. يا دودو انا عايزه اعلمك حاجه، ما تخليش عمرك خوفك من بكره يمنعك ان انت تتبسطي دلوقتي. سافروا وبسطوا وتفسحوا، اعملي كل اللي انت عايزاه. ولو حسيتي ان انتوا محتاجين اي فلوس انا ممكن اديكم مبلغ زياده احتياطي. لا بس ما اظنش مازن هيوافق. طب ما انا ممكن اديله فلوس وما اقولوش ايه السبب. هقعد لساني وهقول له، انا ما بعرفش اخبي عليه حاجه وما بعرفش اكدب عليه. طب اقول لك على فكره، تاخدي انت الفلوس تعملي كانها بتاعتك، ويا ستي لو ما صرفتوهاش هناك يبقى رجعها لي. صرفتوها خلاص. انا ممكن اعمل كده بس توعديني انك ما تجيبيش سيره لمازن. طبعا اوعدك حبيبتي يا مكة. ربنا يخليكي لينا. خلي كل اللي يا حبيبتي. انت بجد اختي. طبعا يا بنتي. استني ثانيه هجيب لك الفلوس. ماشي.